أقر القرآن الكريم أن طلب النصر على الأعداء يكون من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. حتى الأنبياء كانوا يطلبون النصر من الله تبارك وتعالى، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ لكن الشيعة الواقعين في الشرك الأكبر ما زالوا يطلبون النصر من غير الله تبارك وتعالى. شاهدوا هذا الولد المسمى بحسن الليالي وهو يطلب النصر من الأئمة. يا سيدنا يا أمير المؤمنين، انصرنا على القوم المعاندين. يا سيدتنا يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء، انصرينا على القوم المعاندين. يا أيها الأئمة الأطهار سلام الله عليكم، انصرونا على القوم المعاندين والمخالفين والمنافقين. لو سألنا هذا المجوسي، الأئمة كانوا يطلبون النصر من من؟ علي رضي الله عنه كان يطلب النصر في غزوة الخندق أو في غزواته، كان يطلب النصر من من؟ من نفسه؟ فاطمة رضي الله عنها والأئمة الذين أنت تطلب منهم الآن كانوا يطلبون النصر من من؟ هذه العمائم الشرقية المجوسية هي التي أوصلت عوام الشيعة إلى الشرك بالله، عمائم مزيفة.